بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. قبل اي حاجه خليني اشكر حضراتكم شكرا جزيلا والله على ردود الافعال العظيمه اللي جات لنا ووصلت لنا من امبارح لحد النهارده في الاستوديو التحليلي. بشكركم شكرا جزيلا، يا رب ان شاء الله باذن الله تبقى دي عاده العلاقه بيننا وبينكم دائما، تثقوا فينا فنكون على قد الثقه. امبارح كان عندنا مسابقه في الاستوديو التحليلي، خلينا نعلن لحضراتكم عن الفائزين معانا فيها. احنا كان عندنا اتنين القمة فيما يتعلق بالتوقعات في التشكيل، ومحدش ضرب توقع صح فيما يتعلق بالتشكيل، كله وقع في فخري، وفي الزمالك برضو نفس القصة في حاتم سكر، فكان في اختلافات كتيرة جدا جدا جدا. سيبك بقى من الناس اللي ايه استسكت وراحت منزلة، برضو انا قلت لكم ما تبيعوش علينا البيعة دي من امبارح لو تفتكروا، لما نزلت التشكيلة المتوقعة انا وقلت لها وقلت لحضراتكم ان هي دي تشكيلة الاهلي المتوقعة، قلت لكم ان ده انفراد نسبة 99 وطلع الكلام مظبوط، فاحنا طبعا عاملين حصر قبليها. فاللي كسبوا معانا دول هم اللي كسبوا في المسابقة اللي كانت موجودة مع معلقنا المتميز كابتن ايمن الكاشف، واللي كانوا متابعين دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة تعليقه وعرفوا الاساطير اللي كان بيتكلم عنهم الكابتن ايمن الكاشف خلال المباراه، مباراه القمه رقم 126. فخلونا نشوف كريم كريم قال نقول تاني، الحضري شوبير، عبد الواحد السيد، سعد رستم، عبد الكريم صقر، سعد عثمان مكاوي، علاء الحمولي، خليل ادري، نصر ابراهيم كوارشي، حسام حسن، ابو تريك. دي الاسماء فعلا، واحنا كنا محتاجين اربعه بس، فالاسم الاولاني اللي بيكسب معانا هو كريم كريم. هيتم التواصل طبعا مع كل الناس اللي كسبت معانا النهارده، وهيشوف كل واحد على حسب انتمائه التيشيرت اللي هو عايزه. في كمان ميشيل او مايكل ملك بيقول الشوط الاول القمه رقم واحد سيد رستم، بص بقى هو جايبها له بالايه، الشوط الاول سيد رستم، عبد الكريم صقر، احمد مكاوي، سعد عثمان، الشوط الثاني ابو تريكه، حسام حسن، علاء الحمولي، وخليل ادري، خالد جدالة، علاء ميهوب، نصر ابراهيم، ايمانويل كوارشي. يا سلام عليك، فده التاني الكسبان معانا. التالت مروه نصر قالت الاساطير اللي ذكروا مروه، بص دقيقه بقى، بص لما دي مسكت ورقه وقلم والله العظيم مش طبيعيين يا جماعه. قالت لك الاساطير اللي ذكرهم ايمن الكاشف في الدقيقه 10 من الشوط الاول عصام الحضري وشوبير، الدقيقه 11 عبد الواحد السيد، في الدقيقه 28 سعد رستم، الشوط الثاني ابو تريكه في الدقيقه 51 وحسام حسن في الدقيقه 51، علاء الحمولي في الدقيقه 52، خليل قدري الدقيقه 52، علاء ميهوب الدقيقه 54. لا ده انت تستحقي عن جداره يا مروه والله، والله 10 على 10. الاسم الرابع عبد الرحمن موافي، ايمن الكاشف قال 10 لاعبين اساطير بالترتيب في الشوط الاول، قال 7 لعيبه، الحضري شوبير عبد الواحد، سعد رستم، عبد الكريم صقر، سعد عثمان، احمد مكاوي، وفي الشوط الثاني قال 3 لعيبه، ابو تريكه، حسام حسن، علي الحمولي، وقال ابو تريكه تاني. شوف الدقه. فطبعا كل دول كسبوا معانا، يتم التواصل معاهم ان شاء الله باذن الله علشان خاطر ياخدوا الجائزه بتاعتهم التيشيرت بحسب انتماء كل واحد فيهم. طيب بعد مباراه الامس اكيد هيبقى في تبعات وفي هزه بشكل او باخر من الناحيه النفسيه تحديدا عند نادي الزمالك، الامور عكس كده تماما اكيد هتكون داخل النادي الاهلي. بدانا نشوف وحضراتكم شايفين على المواقع كلها احاديث متعلقه باسوري ورحيل اسوري، وانه اقترب من منتخب هندوراس، وانه خلاص الراجل بيمشي. فانتوا متعودين معانا ان على قد ما نقدر بنحاول نجيب المعلومه من المصدر بتاعها، فاحسن حاجه طبعا بالنسبه لك وبالنسبه لي ان المصدر يكون على الهوا فيوضح ويشرح، فانت تسمع فنعرف القصه هل صحيحه ولا لا. لما مش بيتوفر ان المصدر بي بي بيرد بنحاول ان احنا نجتهد نوصل للمعلومه، انما احنا معانا مصدر شاف انه لازم يكون في ظهور ولازم انه يكون في رد علشان يكون في تعبير عن الموقف نفسه اللي بيحصل. انا معايا على التليفون كابتن محمد الحبشي وكيل مستر اسوريو المدير الفني لنادي الزمالك. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحياتي ومساء الفل. اهلا بيك يا ابراهيم، اهلا بيك، اخبارك ايه؟ طمني عليك. والله الامور الحمد لله بخير يا رب، دايما في افضل صحه وافضل حال. انا يعني هقص الشريط على طول بسرعه واقول لك صحه التقارير الكولومبيه اللي تم نقلها هنا في مصر فيما يتعلق باقتراب الراجل من الانتقال الى منتخب هندوراس.
والله يا ابراهيم كل الكلام ده مش صحيح تماما. الراجل اللي اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده راجل بيحترم تعاقده مع نادي الزمالك، وعارف ان هو موجود في نادي كبير، بيحترم نادي الزمالك، بيحترم جمهور نادي الزمالك، فكل الكلام اللي بيتقال ده ملوش اي اساس من الصحه. وراجل كل تركيزه مع الفريق وعلاج اخطاء الفريق، ده اللي الراجل بيفكر فيه ده اكتر ولا اقل. اذا هو مساله العروض دي موجوده ولا مش موجوده برضه عشان اخد دقه اكتر في موجود عروض موجوده موجوده لكن الراجل كل تفكيره وكل تركيزه مع نادي الزمالك. الراجل فيه عقد ما بينه وما بين نادي الزمالك لنهايه الموسم اللي جاي، الراجل محترم التعاقد ده، والراجل شغال على هذا اساس هذا التعاقد. اي حاجه تانية غير كده ملوش، مش مظبوطه. في عروض طبيعي يبقى في عروض لاي مدرب كبير، لكن الراجل ملتزم بتعاقده، بيحترم نادي الزمالك وبيحترم جمهور نادي الزمالك، ده الحقيقه الواضحه. هل بعد نتيجه امبارح والخساره من الاهلي، هل ليها تبعات بشكل او باخر على الراجل نفسه؟ مساله هو نفسه عايز يبقى يقعد ولا مش عايز يبقى يقعد؟ حاسس انه الفريق ممكن يحصل تقدم بشكل او باخر ولا مش حاسس؟ اقدر اخد منك معلومه في الجزئيه دي؟ اصل يعني احنا في الاول وفي الاخر بنتكلم في كوره. طيب طيب كل ال 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 يعني في مكسب وفي خساره، في يعني ده الطبيعي اللي في الكوره. ف يعني ما اعتقدش ان دي تبني عنده هو كمدرب محترف قرار يعني. اذا هو الراجل مستمر بكل الاشكال، يعني لا تاثير على نتيجه امبارح ولا حتى كمان مساله العروض ليها تاثير بشكل او باخر. وده هينقلني لنقطه ثانيه، لان خلاص احنا كده ردينا على الشائعات. طب الناس هتبقى مهتمه وحضرتك عارف بالمستقبل. طيب المستقبل بتاع الزمالك الراجل مكمل ان شاء الله، وده خبر كويس جدا جدا. فيما يتعلق بالصفقات، كيف يكون التحرك؟ وهو الراجل شايف ازاي احتياجاته للموسم المقبل وكيفيه تلبيتها؟ يعني هي قصه الصفقات انت عارف ابراهيم دي قصه ليها علاقه ما بين الراجل ومجلس اداره النادي واداره الكوره في نادي الزمالك. في تنسيق ما بين الراجل واداره الكوره في نادي الزمالك، يعني شغالين اكيد في الموضوع ده. وان شاء الله هو متفائل، حاسس ان الامور ماشيه في في في, في اتجاه اللي هو ممكن يكون عايز. هو الراجل طلع في المؤتمر الصحفي قال انا عايز مهاجم وعايز مدافع بيلعب برجليه الشمال، وهو حتى كان في الغرف المغلقه بيقول برضه هم دول الطلبين اللي بيطلبهم، فواضح ان هو ما عندوش طلبات كتيره. لا يعني ده اللي هو حتى قال الكلام ده لنفسه، فاكيد هو وصل ده لاداره الكوره في نادي الزمالك، واكيد هيبقى في شغل على الحاجات دي وعلى التفاصيل دي وعلى طلباته يعني. طيب كان في بعض الضغوط فيما يتعلق بمشاركه الزمالك في البطوله العربيه، هل الراجل يرغب في المشاركه ولا ممكن يكون في افكار تانية بعدم المشاركه في البطوله العربيه لحين تجهيز الفريق على افضل شكل زي ما كان البعض شايف من وجهه نظره او عنده رؤيه في ده؟ احنا ده ملوش يعني، الراجل ملوش قرار في الموضوع ده. يعني الراجل موجود بيدرب نادي الزمالك، بيدربه كل بس حضرتك عارف انه احيانا المدير الفني ممكن يبقى له رؤيه. مثلا ايه المدير الفني في النادي الاهلي قال لهم انا مش عايز العب في الرابطه مثلا، مش عايز العب في البطوله العربيه. اعتقد يعني اوانها فات يعني، اوانها فات خلاص. فالراجل كده كده موجود عشان يبقى موجود مع نادي الزمالك في كل البطولات يعني. اذا الراجل مستمر مع نادي الزمالك بيحترم تعاقده. هل من رساله من خلال تواصلك مع تقدر توصلها لجمهور الزمالك؟ لا زي ما قلت لك قبل كده، هو الراجل كل يعني بيجتهد وبيدي 100% من شغله في كل يوم، وكل تركيزه على نادي الزمالك وكل تركيزه مع فريق نادي الزمالك، وهو فعلا عايز يسيب بصمه كبيره في مصر ومع نادي الزمالك، فهو ده كل تركيزه، هو ده اللي بيحاول يعمله وشغال عليه، وان شاء الله يقدر يعمل حاجه يسعد بيها جمهور نادي الزمالك يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا والله، والله بشكرك شكرا جزيلا على ان انت بتطلع في توقيتات بتبقى مهمه جدا بالنسبه لجمهور نادي الزمالك ان هو يطمن يعني، لانه والله ولا اخفيك سرا لا ارى باي حال من الاحوال ان نتيجه مباراه الامس تؤثر على مسيره الراجل، بل بالعكس انا شايف انه ان شاء الله باذن الله تكون نقطه تحول يعرف يستغلها بالايجاب يعني. باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد حبشي وكيل اسوريو. طيب
شوف يا سيدي، لكل فريق بيبقى فيه هزة عنيفة. الزمالك بقاله فترة طبعا بيمر بظروف الكل عارفها، يعني نحن في حل من ذكر تفاصيلها، ولكن أنا مش عايزك عزيزي المشاهد الزملكاوي، مش عايزك تقطع مشوار في رحلة الشك في المدير الفني. يعني معلش من غير ما أخش في تفاصيل كتير، ولا ليه؟ هو مش عيب يعني، هو مش كلام عيب يعني، هو كلام في الكورة كله. ادي للراجل الأدوات، أنا متأكد إنك هتتفرج على فريق محترم وفريق يوصلك للي أنت نفسك فيه. أنا مؤمن إن الراجل مليان أفكار، مدرب بالبلدي كده بالشغل البلدي كده مش فاضي، مش جاي ياكل عيش، مش على الله إن شاء الله. هو راجل عنده حاجة بيقولها، ولذلك هو محتاج الوقت، محتاج المدة، ومحتاج كواليتي اللعيبة اللي يكون يخدم الطريقة اللي هو بيعملها. فدي جزئية بس كنا لازم نعدي عليها علشان نوضح للناس. النهاردة يا سيدي يا ما انت كان في ماتشات في الدوري المصري الممتاز، واليوم وحسمت مسألة بقاء الفرق من عدمها، والماتشين مفاجئتين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بسيناريو الماتشات بالنتائج، حاجة غريبة جدا. النهاردة عندك 4 ماتشات، هات يا سيدي النتائج. أسوان والداخلية الماتش خلص 4-2، لو أنت ما شفتش الماتش هتفهم إنه الداخلية كان كسبان 4 والماتش خلصاه مثلا، وأسوان مثلا جاب له جونين ولا حاجة على لا الموضوع مش كده. الداخلية كان متقدم 2-0 وأسوان راح متعادل 2-2، والأجوان بتاعت الداخلية ديت في أوقات كلها حاسمة في الوقت المحتسب بدل من ضائع، فخلصوا المباراة في التوقيت ده، غريبة جدا. يستمر الداخلية ويبقى الداخلية في بطولة الدوري ويهبط مباشرة بسبب هذه النتيجة أسوان، وأسوان كان عنده فرص كتير جدا فيما يتعلق بمسألة البقاء ولكنه لم يتمكن من ذلك، فرط في الفرص يعني. المفاجأة الثانية مفاجأة يعني من مفاجآت كرة القدم اللي تتعلق في لوحة الشرف. هقول لك ليه لوحة الشرف. حرس الحدود فاز على غزل المحلة 2-1 وهبط غزل المحلة. حرس الحدود هابط أصلا، ولكنه فاز على غزل المحلة 2-1. البنك فاز على فيوتشر 1-0. بيراميدز فاز على طلائع الجيش 4-2. إذن حرس الحدود هبط وأخد معاه غزل المحلة وأسوان كمان، فدول الثلاث فرق اللي هبطوا إلى الدوري الأدنى. ماشي كده؟ هاتولنا الآخر. ماشي كده؟ الداخلية 35، أسوان 33، غزل المحلة 33، حرس الحدود 24. هاتولنا بقى الأهداف، يلا بينا. الداخلية وأسوان وماتش زي ما بقول لحضرتك الأعصاب فيه مشدودة. وادي الجون الأول للداخلية في الدقيقة 42، عبد الرحمن البنوبي، ثم فانوم ألفريد بعدها على طول بثلاث دقايق بيقوم مسجل، فتبقى النتيجة 2-0. أسوان ماسكتش، سجل جول. بص الكرة في الشبكة واللعيبة في الشبكة والدنيا كلها جوه الشبكة في الدقيقة 58، ماتش ولع نار. الله، 2-1، النتيجة بقت 2-1. واحدة تانية وبوم، مفيش، دانت مدفع، دانت المدفع دي بعديها بدقيقتين الماتش ولع خلاص. أسوان قاعد أهو. الدقيقة 93، يا خبر أبيض، فرحة غير طبيعية للداخلية، عبد الرحمن البنوبي، وطبعا زي ما أنت ما شايف كده أسوان راح بكل فرقته. فبعد 11 دقيقة من انتهاء اللقاء، رشيد أحمد خلص خالص اللقاء، فبقى الداخلية وهبط أسوان مباشرة. حزن كبير جدا اكيد بالنسبه ليه اسوان، وفرحه اكيد كبيره بالنسبه للداخليه. نروح لماتش حرس الحدود وغزل المحله، والبدايه كانت عن طريق حرس الحدود، سجل في الدقيقه 9، وبعدين احمد الشيخ راح متعادل على طول بعدها بكام دقيقه، دقيقه 15،
فبقت النتيجه 1-1. حرس الحدود، وهقول لك بقى القصه دي بس بعد ما نتفرج على الجون ده، في الدقيقه 90 محمود ممدوح خلص الجيم تماما. كابتن خالد عيد طبعا في حاله حزن شديده، هو مش متوقع خالص اللي حصل خالص، ولا جماهير غزل المحله. كلمتين بس اوجههم الاول لجماهير غزل المحله وجماهير اسوان، ما تزعلوش، وكره القدم فيها كده، فيها هبوط وصعود ونزول وغروب وشروق. فيا جماهير الغزل، هيرجع غزل المحله تاني ان شاء الله يشتغل ويتعب. جماهير اسوان نفس القصه. وعايز اقول حاجه والله لوجه الله الكريم للمره المليار هقولها، وهتمشي برضو على جمهور الزمالك اللي زعلان امبارح. اللعيبه ما بقتش زي زمان، الاجهزه الفنيه واللعيبه ما بقتش زي زمان. النهارده هيخسر بس هيشوف حياته، شوف اصحابه، هيخرج هيقابل الناس هيضحك هيهزر وبتاع، هيشوف ايه حياته، لان الكوره دي ده شغله، فهو هيشوف بقيه حياته. فحياته هتمر والدنيا هتمر، فاكيد لو شغلت دماغ شويه كده، شويه، هو حياته هتمر، وهو واخد نجوميه واخد شهره واخد، وانت مش واخد حاجه خالص، وقعد دمك محروق وقافل على نفسك الاوضه، مش عايز تنزل تقابل اصحابك، مش عايز تقابل الناس، مش عارف تروح الشغل، مش عارف تعمل ما اعرفش كذا. كل ده ليه؟ عشان خاطر الزمالك اتغلب. ليه؟ عشان الدنيا اختلفت خالص. بيلعب قدام المصري في الكاس، مصعب الماتش على المصري جدا. اتفرجت على الماتش مش مصدق، وده حارس اللي ينزل، ده حارس نزل اصلا. اتفرج على ماتشاته قدام الداخليه، اتعادل مع الداخليه وراح كسب غزل المحله. تعالى اسمعك الكابتن علاء عبد العال بيقول ايه على حرس الحدود بعد نتيجه مباراه النهارده، لانه كلام مهم جدا. يلا بينا. لان احنا كنا مرتبطين بنتيجتين، نتيجه ان انت لازم تكسب اسوان في ملعبها وسط جمهورها، وفريق اسوان فريق محترم، والنتيجه الثانيه ان غزل المحله يتعادل او يخسر من الملحق. وبالمناسبه بشكر فريق حرس الحدود ومسؤوليه ومدربيه ولاعبيه اللي لعبوا بشرف. انا عن نفسي كنت زعلان منهم لما تعادلوا معايا، افتكرت ان هم بيلعبوا لصالح فرق اخرى، انما اتضح لا، هي دي سماتهم. فانا بشكرهم وبحييهم، لاعبين وجهاز فني واداره ومسؤولين حقيقي، يعني لان هم لعبوا بشرف، وهي دي كره القدم. كابتن ميكي مساء الفل، اهلا وسهلا بيك، وتحياتي وبحييك على المجهود الكبير اللي بذلته خلال الفتره اللي فاتت. اهلا بيك طبعا ابراهيم، انا بحييك طبعا وبشكرك طبعا على المقدمه ديت، تستحقها والله. وبشكرك طبعا وبشكر مشاهديك الكتير الكرام، يعني ربنا يبارك في عمرك يا رب. تعقيبك ايه على كلام الكابتن علاء عبد العال وهو بيقول انه حرس الحدود بيشكرهم على لعبهم بشرف؟ قال انا زعلت منهم لما تعادلوا معايا، وقلت ان هم بيلعبوا لمصلحه فرق تانية، بس النهارده كون ان هم يبقوا بالشكل ده قدام غزل المحله ويهبط غزل المحله وحرس الحدود لا نقط له ولا جمل في مساله البقاء في بطوله الدوري، فبشكرهم لان دي سماتهم ومش زي ما انا ما كنت فاكر. الاول ابراهيم طبعا انا يعني احنا مشتاقين طبعا من فرق كبيره او فرق عريقه تنزل الدرجه الثانيه، لكن احنا انت عارف احنا اولا احنا مؤسسه كبيره ونادي كبير جدا صحيح، ومؤسسه عريقه، وانت عارف قوات مسلحه يعني ايه قوات مسلحه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه انا على المستوى الشخصي والمستوى المهني لازم دي تبقى حاجه موجوده وراسخه في اذهاننا كلنا كمدربين وكلاعيبه، ان احنا نلعب فير بلاي ونلعب لاخر وقت ولاخر نفس، لان ده مهم جدا. الثقافه دي تبقى موجوده عندنا. احنا بنشوف ده في كل مكان بره، فاحنا الثقافه ديت لازم تبقى موجوده. هي موجوده لكن احنا لازم نرسخها، ولازم كل الناس تشوفها، ويبقى ده الطبيعي. الاستغراب في الموضوع ان احنا شايفين ان ده مش طبيعي، لكن انا شايف ان ده الطبيعي، ان نلعب فير بلاي لاخر وقت ده الطبيعي، وتلعب لاخر وقت ده الطبيعي. احنا انا حصل لي حاجه غريبه جدا في انا مسكت 6 أو 7 ماتشات. الكابتن علاء عبد العال انا بشكره طبعا وبارك له على البقاء. بعد ماتشنا كان في مشكله كبيره وهاج وماج، وانتوا بتلعبوا لصالح مين والكلام ده كله. هو كان زعلان. كان زعلان جدا، كنت مستغرب. اسوان شويه كانوا مستائين شويه برضه، لان انا كسبت اسوان في ملعبي. ايوه. الاتحاد السكندري اتعادلت معاه، هو كان بيلعب على مركز كام؟ برضه كانوا مستائين برضه. انا مش متفاهم ليه. احنا اكتر ناس مستائين
على الموقف ان في حرس الحدود احنا اكتر ناس مستقيم. هم هيبقوا متخيلينك ان انت كده كده يعني بالبلدي كده رامي الفوطه مسلم نمر يعني، فالماتشات ديت هتعرض فيها لعيبه، الدنيا هتبقى ماشيه كده، فلما بيلاقيك بتخش الماتش انت عايز تكسب بجد، فبيتخيل انه لا انت بتلعب لمصلحه حد تاني، ولكنك اثبتت اهو بالدليل القاطع بالمشوار اللي انت قطعته خلال الفتره ديت ان انت ما بتلعبش لمصلحه حد. انا ماليش، احنا مالناش مصلحه مع حد، وده كان كلامنا مع اللعيبه، احنا مالناش مصلحه مع حد. انا ما ينفعش اروح البيت انام وانا لان انا ان انا ابقى متخاذل في ماتش، انا في فرقه تانية هتنزل بسبب ان انا تخاذلت في ماتش مش بتاعتي. برافو عليك. انا العب فير بلاي لاخر وقت، العب بشرف وبجهد لاخر وقت، وفي الاخر اللي يستحق البقاء هيبقى، اللي يستحق النزول هينزل. انا مش انا اللي نزلت حد ومش انا اللي قعدت حد. طح. انا بعمل شغلي. انا بعمل شغلي وفرقتي ولاعيبتي بيعملوا شغلهم. انا بشكر لاعيبتي بشكل كبير جدا، مش على الماتش ده لا، على الست سبع ماتشات اللي فاتوا، ان مفيش اي امل ومفيش اي حاجه، وبيلعبوا بالروح ديت وبيلعبوا بالاداء دوت وبيقدروا ينفذوا الكلام اللي بيقولوا بشكل كويس. انا بشكرهم من خلالك، هم اكيد سامعيني دلوقتي، فانا بشكرهم من خلالك بشكل كبير جدا على الجهد اللي هم بذلوه في الماتشات كلها. وتاني انا قلت لك، انا بقول لك يا ابراهيم، احنا بنلعب لاخر وقت فير بلاي وما عندناش مصلحه مع اي حد. ناوي تكمل مع الفريق ولا ناوي تعمل ايه؟ والله يا ابراهيم يعني انت عارف، انت عارفني حتى على المستوى الشخصي، انا بقالي تقريبا 15 سنه لاعب ومدرب في النادي. انت بتبقى مكلف، النادي بيسميها عندنا انت مكلف انك تكمل مع الفرقه، لكن الكره فيها كل حاجه، والكره فيها متغير كل وقت، وكل ماتش عن الثاني او كل فتره عن الثانيه الامور بتختلف، واسمك بيختلف، والناس بتشوفك بمنظور مختلف. فالمفروض ان احنا لسه يبقى ان شاء الله في قعده مع النادي ونشوف الوضع ايه، ونقيم الفتره اللي احنا اشتغلناها، ونشوف النادي عايز ايه، واي حاجه لمصلحه النادي احنا اكيد هنوافق عليها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن مكي، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك، شكرا بشكرك شكرا جزيلا، وتمنياتي ليكم بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. عندي خبرين بس قبل ما اروح عايزين فاصل الضيف على طول ولا لسه؟ طيب انا كنت عايز اول حاجه قبل ما اروح فاصل ممكن ولا استاذ بيومي؟ طب محترم، فانا هخرج فاصل عشان خاطرك. روح لفاصل وبعد الفاصل، عشان هو اللي هيتحاسب مش انا. روح لفاصل وبعدين نرجع نكمل. البداية مع الاهلي واخبار وتفاصيل مهمة في القلعة الحمراء النادي الاهلي. كولر بعد ماتش امبارح كان في مع زميلنا عمرو مختار بيساله يعني، فقال له يعني ناويين تعملوا ايه والمكسب والمش عارف الكلام اللي انت بالك منه ده. فالراجل قال والله مستني جمهور الاهلي النهارده يعدي عشان يبتدي يسالني بكره في البطوله. هو نفسه بيقول ده لانه حس قد ايه ان الجمهور ده ما بيشبعش. وهو نفسه لما اتكلم مع اللعيبه بعد الماتش قال لهم ان احنا مش عايزين الماتشات اللي جايه نخسر ولا ماتش، احنا عايزين نستمر في سلسله اللا هزيمه في بطوله الدوري لتكرار الانجاز. وخد بالك هو على ما يبدو ان الراجل مش عايز ينزل اللعيبه من على طياره المكسب، مش عايز ينزلهم من على طياره البطولات. انا فاكرين لما قلت لكم الاهلي مقضيها مطارات
مطارات يا باشا، انا بطلع على من افريقيا ارجع على هنا واروح افريقيا وارجع على كاس العالم للانديه، ومن كاس العالم للانديه افريقيا، وبعدين دوري مصري، وبعدين كاس، وبعدين الحاجات اللي ف هتبص تلاقي انعكاس ده على ايه؟ الراجل مصمم على البطولتين اللي جايين، بطوله الكاس والسوبر الافريقي، وهيبقى رقم غريب، هيبقى رقم غريب اذا حصد البطولتين دول. فهو عايز اللعيبه تفضل دايسه على المكنه، عايز اللعيبه لسه دايسه بنزين، عشان كده بيحاول ان هو يخلق لهم الدوافع الجديده. لانه هكلم لك بصراحه، لو انا لعيب كوره عملت الموسم ده كله وختمتها بماتش الزمالك امبارح، انا هيبقى عندي حاله رضا كبيره جدا جدا، وحاله امتلاء شويه، ابقى حاسس ان انا جامد قوي، فهحس بكده، فحس شويه ان انا ايه، في شويه فطور ما بيني وما بين الايه الكوره، خلاص الدنيا في السهل. لا، هو عايز يخلق لهم دوافع، وخلق الدوافع ده شغل بيبقى مهم جدا جدا الى جانب الشغل الفني اللي بيعمله المدير الفني. هيبقى في جلسه مرتقبه ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين كولر لتحديد مصير مجموعه من اللاعبين، خاصه اللي منهم لعيبه ماشيه بشكل كويس، بس هناك عروض لانتقالها على سبيل حتى كمان سواء الانتقال الحر يعني الانتقال المباشر او الاعاره. فعندك ثلاث اسماء: شريف وهو جاي له عرض من تركيا، ماشي كده، من فاتح جمرك، وحاطين فيه مليون دولار وعقده بينتهي نهايه الموسم اللي جاي. كمان في اتجاه داخل الاهلي لاعاره كريستو، اعاره كريستو موهبه كويسه جدا، بس محتاجه وقت، محتاجه ثقل للخبرات، محتاجه خبراته دي يعني محتاجه يزيد عنده حجم المشاركات وحجم الدقائق، انما هو عنده يعني عنده كتير كمان. بالاضافه لقندوسي اللي فيه افكار برضو متعلقه بمساله الاعاره من عدمها برضو، لسه ده لم يحسم. في الجلسه دي هنشوف. انا كل اللي بتكلم فيه برضو في نقاط الانتقالات والحاجات اللي شبه كده ان فيها متغيرات كتيره جدا جدا، متغيرات كتير قوي، زي متغير هقوله لك كمان شويه بس في اخبار الزمالك. امبارح واحده من ضمن اللقطات اللي يمكن مع زحمه الماتش وزحمه الحاجات دي ما خدتش حقها، يمكن انا عديت عليها امبارح في الاستوديو التحليلي بس في ناس ما خدتش بالها منها، وانصافا واحقاقا للحق، اللقطة دي إن كانت بتقول حاجة فبتقول إنه عند الأهلي مدير فني كبير. وأرجوكم بلاش المقارنات من نوعية جوزيه جديد ومش عارف جديد ومين جديد، سيبوا كل واحد يشتغل حط بصمته بشكل أو بآخر، لأن كل واحد عنده الطريقة بتاعته، يعني طريقته في التفكير وطريقته في اللعب وطريقته في حصد البطولات، طريقته في حاجات كتير جدا جدا. وعموما مناخ الأهلي ينجح أي حد، بس لازم الأي حد اللي جاي ده يبقى أصلا شخص ناجح، عشان بس نبقى متفقين، مش اي حد بمعنى اي حد فاشل فيجي ينجح، ما فيش حاجه اسمها كده. هتستقطب حد ناجح وانت ناجح هتنجحوا انتوا الاثنين مع بعض. فالرهان هنا بصراحه على مجلس اداره النادي الاهلي، على كابتن محمود الخطيب، اختيار كولر 10 على 10. الوقت هو اللي بيثبت كده. تعرف رايك الجول الاخير اللي جابه النادي الاهلي، وقول لي هل انت شفت الاهلي بالشكل ده قبل كده؟ ادي واحد، ادي اتنين، الكرة فوق خالص، ها، تلاتة، اربعة، يلا نرجع بقى، خمسة، ستة، احنا مضغوط علينا، سبعة، عايزين نخرج بالكرة، تمانية دي لمين؟ اقف هنا، تمانية دي لمين يا جماعة؟ حارس المرمى، تمانية دي لحارس المرمى، يلا بينا نكمل تاني، تسعة، عند الايه؟ عند الباك ليفت، احنا دورنا الكرة 10 11، اقف، الكرة ابتدت فين؟ فوق هناك ناحية اليمين، راحت عند الجول ورا، رجعت تحت، احنا وقفنا لحد كام يا بيومي؟ 11 ولا 12؟ 12، عد كمل، 13، 12 ماشي، 13، هنرجع تاني، 14، مفيش حد بيعمل أي حاجة، 15، 16، 17، جول، سلام عليكم. قل لي شفت انت الاهلي بالحلاوه دي امتى قبل كده؟ من زمن، عشان نبقى منصفين. عارف ده اسمه النضج
النضج الفني والنضج التكتيكي. خلاص انت وصلت لمرحله اللعيبه دي عارفه لما تبقى معاها الكوره هي هتعمل بيها ايه. خلاص انتهت القصه. فاللقطه دي فهمك اللي انا بقول لك عليه. بعد الفصل السريع اللي جاي اخبار وتفاصيل مهمه في نادي الزمالك. السؤال اللي بيطرح نفسه عند جمهور الزمالك كله احنا جاوبنا عليه في الاول فيما يتعلق باسوري. فاضل سؤال تاني هجاوب عليه دلوقتي قبل ما نروح لفاصل. بن شرقي هل بعد ما تابعته النهارده وفسخ تعاقده مع الجزيره الاماراتي بالتراضي هل هو قريبا من الزمالك؟ المتغيرات كتير بس المعلومه اللي عندي المؤكده وبنسبه 100% دلوقتي المؤكدة دلوقتي بنسبة 100% بن شرقي مش عايز يرجع مصر أصلا واتفتح معاه الموضوع لما قلت لك الانفراد وهو كان صحيحا صائبا وبنسبة 100% وتحرك في الزمالك وقعد مع المسؤولين وقعدوا مع المسؤولين في الجزيرة الإماراتي وكانت هناك رغبة كبيرة جدا جدا في استعادة بن شرقي. بس خليني اقول لك انه بن شرقي ودي رغبته الاكيده مش عايز يرجع مصر. فالزمالك خارج الحسابات مش عشان الزمالك هو الراجل مش عايز. طيب هو بيفكر في ايه؟ اعتقد ان كلمه بيفكر في ايه دي دلوقتي ممكن خلاص هو جمهور الزمالك يفكر في اللي يفكر فيه خلاص هو مش جاي يعني فيفكر في اللي يفكر فيه. بس من ناحيه تانية ممكن الناس تفكر انه رايح الاهلي فانا بقول لك انه لا ما فيش ولا كده ولا كده هو مش جاي مصر. الجزئيه الثانيه انه عنده اكتر من عرض سواء من الامارات نفسها او من السعوديه هو ما بين ده وما بين ده. خليني اقول لك انه عنده 5 عروض تحديدا كمان يمكن انا قلت لك القصه دي. 3 منهم من الانديه المشهوره جدا في السعوديه ماشي كده لكنهم مش انديه لا الاتحاد ولا الهلال ولا النصر مش 3 انديه دول مفيش اهتمام من الانديه السعوديه دي بيه ماشي كده. انما في انديه تانية من السعوديه بتهتم بيه بالاضافه كمان لانديه اماراتيه بيراميدز في الصوره بس برضو تاني وتالت اذا كان هو مش عايز يجي فهيبقى بيراميدز في الصوره او عايز ما هو الزمالك كان عايز. دي القصه باختصار. بعد الفاصل نقيب الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي هيكون ضيفنا مشرفنا ومنورنا في عناوين وتقييمات المستكاوي. يا ترى يا هل ترى يا عم فكري هل تفتكر استاذ حسن المستكاوي النهارده؟ لا انا بقول لك شكرا يا عم فكري انت تزيد دماغك كده. انا بسالك سؤال تفتكر استاذ حسن النهارده هيدي حد 10 من 10؟ لا ماشي. استاذ رجب هل تفتكر استاذ حسن المستكاوي النهارده هيدي حد 0 من 10؟ اه. طب هيدي حد 10 من 10؟ اه هيدي 10 من 10 و0 من 10. توقع الصحيح. هل حد عايز يتوقع معانا تاني يعني؟ ها شكرا نروح لفصل وبعد الفصل نتواصل معكم. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في جمهور التالتة وجه معادنا مع نقيبنا الرياضي الكبير أستاذ حسن المستكاوي اللي مشرفنا ومنورنا النهاردة في برنامجه. أستاذ حسن أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا مش معادنا الحد. اه طيب ما احنا لقينا بقى انه ماتش القمه فقلنا بقى السبت. طيب السبت ابدر من الحد. بلعبك على الهواء. طب اسالني ليه؟ ليه؟ عشان احنا النهارده طالعين 12:30 انما بكره طالعين 1:30. حلو قوي. فانا ما رضيتش ااخر حضرتك عشان طبعا شفت
شوف طبعا شفت انا بفكر في مصلحتك ازاي. يا سلام يا سلام. طيب انا عندي حاجات كتير عايز اتكلم معاك فيها، بس اكيد ماتش القمه مهم، بس حاله الجدل، انت عامل حاله جدل حلوه وممتعه ورهيبه في نفس الوقت. يا ملك الارقام، ايه بقى موضوع التقييمات ده؟ بص بص يا ابراهيم، هو عامل قلق جامد. بص، في اولا يعني والدي الله يرحمه يعني كان بيدي درجات. ايوه. ابتدى يدي درجات بالخمسينات بالستينات. ايوه. في ناس سبقوه بس مش مصريين. الاكيب انا اعتقد ان هو اول جورنان كان بيدي درجات. الاكيب ده جورنان فرنساوي. أيوه. رياضه طلع سنه 1896. تاني جورنان كان بيوزع في فرنسا وده رياضه بس يعني. عملوا حكايه الدرجات دي قبل ما يبقى فيه التحليل بتاع الكمبيوتر وتحليل الاداء والحاجات اللي هي ارقام. يعني مثلا يعني، وانا شرحتها لك اتكلمت معاك فيها قبل كده، ان اشهر مواقع او اشهر صحف او يعني بيدوا درجات او ريتنج، يعني بيدوا الدرجه ساعات تبقى 7.69. ايه 6.9 دي؟ ايه 7.69%؟ حاجه صعبه قوي يعني. طبعا عشان ده كله بالكمبيوتر بيدي الدرجات على هذا الاساس يعني، وعلى اساس التمرير وعلى اساس صناعه الاسيست وعلى اساس الاهداف وعلى اساس الاداء الهجومي، الاداء الدفاعي بتاع اللعيب، الميس باس، كميه الجري بتاعته، حاجات كتيره يعني. كل دي حاجات مهمة جدا في الدرجات، بس زمان ما كانش فيه كده. وكمان في حاجات أنا مش بقتنع بيها بالأرقام، يعني الأرقام ليها دلالات. بس ما تقوليش إن في لعيب عمل مثلا يعني 100 تمريرة سليمة بنسبة 98% من مجمل تمريراته. طب ما ممكن قوي تلاقي إنه عمل منهم 20 تمريرة أو 30 تمريرة ما تسويش حاجه، يديها لزميله فترجع له تاني، فبعدين يرجع. وعلى فكره ماتشات كتيره، وامبارح كان في كده، كان في، والهدف من التمرير ده اما الثقه اما الاستهلاك اما الاستحواذ فتح المساحات. يعني في حاجات كتيره. انما مش شرط ان عدد التمريرات ده، انا بتكلم على الكمبيوتر، مش شرط ان عدد التمريرات يبقى ليه دلاله. مثلا يعني انا بقيم ازاي الدرجات؟ ما هو ده بقى السؤال. القطاع الاكبر مبسوط جدا جدا من التقييمات وبيستناها وعنده شغف ونهم، والقطاع الاخر هو قطاع دائم التساؤل. استاذ حسن بيقيم على اي معيار؟ فهو ده السؤال اللي انا عايز اساله لحضرتك. طبعا زمان انا كتبت في الاهرام، انا بقول الدرجات على اي اساس يعني. كتبت كتير يعني، وحتى في الشروق. لكن بس في جيل ما قراش، ما يعرفش يعني. فمن حقه يسال. ده في جيل انت على اي اساس؟ مش لحق الجرايد اصلا. على اي اساس؟ على اي اساس يعني بتدي الدرجات؟ اولا الماتش اللي انا حديه فيه درجات بشوفه مرتين. مره بتركيز شديد جدا زي امبارح، انا ببص على الاهلي والزمالك. مش ببص الاهلي لوحده ولا الزمالك لوحده، ماشي، لازم ببص على الاثنين بمنتهى التركيز. و انتهت المباراة تاني يوم اللي هو النهاردة الصبح. انا حاجي اقول لك الدرجات كان شكلها ايه. لازم اشوف الماتش كامل تاني مرة تانية. حتى يعني واحد من زمايلك في الاعداد اسلام بيسألني، بيقول لي هو الجون الرابع بتاع شريف حلو جدا، قلت له 18 تمريرة. يعني انتاج 18 تمريرة. فبستغرب ان انا بقول له 18 تمريرة على طول يعني. قلت له عشان انا عادد، انا شايف الماتش تاني بقى. فبعد التمريرات وبعد حاجات كثيره يعني. ف في معايير. اول حاجه الماتش مهم ولا مش مهم؟ ماتش كبير ولا مش كبير؟ المنافس مين؟ يعني مثلا يعني قفشه اتالق قدام انبي مثلا، غير لما يتالق قدام الزمالك. ماشي. مثلا. ماشي. يعني يبقى قوة الماتش وأهميته رقم واحد. الأخطاء وتوقيت الأخطاء. يعني
وتوقيت الاهداف. يعني حسين الشحات جاب هدفين مهمين جدا وعمل اسيست ودافع وكل حاجه، عمل حاجات كتيره، لكن الهدفين دول ركبوا الاهلي الماتش. طيب لو كان النتيجه 0-0 ومحمد شريف هو اللي جاب الهدف والاهلي كسب 1-0 في الوقت بدل الضايع، تقييمي انا لتوقيت الاهداف واهميه الاهداف مع قوه الخصم او درجه الحراره بتاعت الخصم بتخلي بتفرض عليه شكل من اشكال الدرجه او التقييم يختلف. أيوة. من مباراه الى اخرى. ماشي. الاخطاء في دفاع الزمالك اخطاء في الشوط الاول كارثيه. ماشي بقى المعيار الاولاني معيار الاهميه، المعيار الثاني قوه التوقيت. المباراه واهميه المباراه والمعيار المباراه والمعيار الثالث هو الاخطاء، كم طبعًا. الاخطاء اللي طبعا ماشي. وتوقيت الاخطاء كمان. ماشي. يعني لما يتحسن دفاع الزمالك نسبيا او وسط الزمالك في الشوط الثاني، بينما عملوا كوارث في الشوط الاول ضيعت الماتش او طيب. خلت الاهلي يركب الماتش ب 3-0. ايوه الله. طب انا اقيم ازاي ناس اخطائها كانت جسيمه في توقيت خطر جدا، واحد منهم دقيقه ونص والثاني بعد مش عارف 20 دقيقه، وكان في هدف ثاني هيجي بعد 4 دقائق من قفشه في العرض. طيب توقيت الخطا له معيار عندي. ماشي. لان ممكن تبقى انت كسبان 4-0 3-0 وفي وسط الماتش تحصل منك خطا، معلش هتعدي. لكن لما يبقى انت خلصت الماتش او خلصت على فريقك في اول ربع ساعه، لا ده برضه له 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 يعني درجه تختلف عن توقيت خطا في اوقات ثانيه. تاني يعني. له درجه تانيه. وبعدين الواجبات بقى. هو ده رقم 4. ماشي. قفشه او حسين الشحات مهاجمين او واحد بيلعب وسط ملعب بلاي ميكر مثلا يعني، والتاني بيلعب جناح. طب ان هو يطلع من الستة ياردة من ال 18 بيعمل مهام دفاعيه. ده برضو له درجه. نفس الحكايه بالنسبه للمهاجم او لعيب الوسط اللي بيهاجم اللي بيعمل دور ايجابي اضافي على زي يعني مثلا امبارح. هاني عمل حاجات كتيرة جدا امبارح، فلازم أقدر الدرجة بناء على الأدوار وتأثير. ماشي. في الدور، تأثير الدور اللي أنت عملته ده على أداء فريقك كان شكله إيه؟ ماشي. اللياقة البدنية، كمية الجري، التصرف في الكورة، التحرك، بتتحرك إزاي؟ بتسلم الكورة لزميلك، دقة التمريرة مش عدد التمريرات. أيوة. دقة التمرير. وكمان في تأثير التمريرة. يعني لما تعمل تمريرة بينية فيها مهارة فيها إبداع وتمريرة اللي أنا بسميها تمريرة للمستقبل مش تمريرة بقى ورا في ظهر زميلك، دي كل الحاجات دي بتبقى معايير لازم أحطها في حسابي وأنا بحط الدرجة. طيب لما يجي صبحي مثلا يروح مطلع شوطة حلوة جدا من هاني، برافو. بس انت دخل فيك جنين، خلصت على الماتش ما يدخلش منهم واحد من زاويه ما يدخلش. لا ما يدخلش، لا يجب انه يدخل فيك. القريبه بتاعتك اللي انت ماسكها. ابص بقى للكوره اللي طلعها من هاني واسيب الحاجات دي واسيب اتنين هدفين ما ينفع. طبعا هو معذور شويه في التاني لكن في الاولاني اللي يمكن لازم دي بتاعتك ده انت بالزاويه نفسها ازاي. كل دي بقى معايير، في طبعا معايير تانية. صحيح. اذا شاهد قبل الحذف معايير الاستاذ حسن المستكاوي ل لا دي عملية مجهدة جدا على فكرة. مجهدة بجد. ماشي. انا سألت السؤال ده كتير الحقيقة وجه الوقت ان احنا يعني لا مجهدة يعني. يبقى في حاجة تانية عايز اتكلم فيها معلش يعني. اتفضل يا فندم. حكاية يمسك عصاية من الوسط وانه محايد دي بتجنني. انا ماناش محايد، مش محايد، انا ما بمسكش العصايه من الوسط. ايوه. لما يبقى الاهلي ليه فرصتين في الشوط الاول، واحده منهم في العارضه، والزمالك ليه كورتين في العارضه في الشوط الثاني، من الانصاف للزمالك انك تقول ان في كورتين في العارضه للزمالك، واحده من ابراهيم انداي، واحده من زيزو، واحده من ابراهيم انداي. ماشي. زي بتاعه قفشه في الشوط الاول، زي الفرصه بتاعه كهربا. ماشي. اللي ضايعها لما تقول ده الله، ده مش ماسك عصايه من الوسط. لا لا طبعا، لا طبعا.
ده حبيبي اسمه انصاف. صح. انا مش مشجع. صح. انا شغلتي مش مشجع، انا لا بشجع الاهلي ولا بشجع الزمالك. وبعدين بقى طريقه الاهلي عمهم سايح دمهم ده كلام ناس في المدرج. ايوه. مش ما ينفعش يبقى كلامي. ايوه. فاهم. ففي فرق بين انك تبقى منصف تبقى منصف عادل فيما يتعلق فيما يتعلق بالفرص التي اتيحت للفريقين، بس مع ملاحظه حاجه مهمه جدا ان كمان توقيت الفرص بيفرق في التقييم العام للمباراه. الاهلي لما تخلص الماتش بقى 90 دقيقه احسن من الزمالك بكتير حتى في الشوط الثاني، لانه عمل اللي مطلوب منه، ما عملش اللي الجمهور عايزه. ده بقى اللي انا عايز اتكلم مع حضرتك فيه الماتش تحديدا بتفاصيله. اروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع. حاضر. يلا. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم مع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ حسن المستكاوي. سين سؤال. طبعا احنا دخلنا في الماتش ده في المقرر. ده في المقرر. ماشي. ده جوه المقرر. ماشي. هل توقعت نتيجة المباراة؟ لا طبعا. نتيجة نتيجة المباراة. طب بتتوقع ازاي؟ يعني صعب جدا اقول لك قبل ماتش، بقى صعب دوت قبل اي ماتش تقول الاهلي او الزمالك هيكسب يعني. بس يعني قبل الماتشات الكبيرة انا بكتب مقال يعني. ماشي. بكتب وجهة نظري. ماشي. مش تويتا بقى كمان. يعني التويتا بتختلف. ماشي. شد حيلك يا بلد، مش عارف ايه الكلام اللي انت عارفه. السريع يعني. السريع. السريع يعني. لكن في المقال انت بتكتب رايك. أي. بتقول ايه نقط الضعف والقوه اللي هنا واللي هنا. الاهلي عنده حاجات نقط قوه كتيره جدا. الزمالك وانا قلت في المقاله عنده نقطه ضعف خطيره قوي يعني. انا خط وسطه وخط دفاعه. ماشي. طب يا خبر، هي دي حتى وانا بكتب الجمله او النقطه دي قلت هو خط البوست وخط الدفاع لما يبقى فيهم ضعف هي دي نقطه ضعف ولا دي مساله ضخمه جدا في فريق. طبعا دي مساله ضخمه جدا في فريق. وما لم اتوقع، لان سوريو الحقيقه لم اتوقع انه يلعب قدام الاهلي كانه يلعب امام المقاولين العرب بنفس النتيجه وبنفس المستوى. فالمقاولين ما كانش حاله طبيعيه. فانت عايز تلعب مع الاهلي، ده انت ما شفتش الاهلي. بينما الثاني بقى المعلم لعب مع الزمالك كما لم يلعب مع الفرقه الثانيه كلها، مش بطريقته المستمره. صح. عشان ايه؟ ما هو انت التكتيك، المدرب يختار التكتيك الذي يتناسب مع الخصم ومع المباراة. هو عارف أهمية هذه المباراة. التاني يظهر محدش قال له أهمية هذه المباراة. أو فاهم إنه لو كسبها سوريو، لو كسبها أو حد فهمه إنها هي دي البطولة اللي تعوض الدوري وتعوض السوبر المصري وتعوض هزيمتين قبل كده يعني. فطبعا لا ده غلط. بس أنا اللي أنا يعني ما علمته يعني إن المساعدين بتوعه قالوا له لا ما تلعبش كده. لكن هو صمم انه يلعب بالطريقه دي. بس فصعب قوي انك انت تتوقع بشكل مباشر، انما تقدر تتوقع لو انت بتقول تحليل يعني. ليه الفرق وسع قوي ما بين الاهلي والزمالك؟ انت امبارح حطت الفرقتين قصاد بعض، فرق كبير قوي من الناحيه الفنيه ومن ناحيه افكار اللعيبه نفسها في الملعب، يعني في اجابه وسعت ما كانتش كده من سنه بس يعني. لوغاريتمي بالنسبه لي يعني تراجع مستوى الزمالك بهذه الصوره في سنه واحده بس يعني. ده مش مشكله، دي مشكله لعيبه ومدرب واداره، وفي خلل كبير في اداره كره القدم في نادي الزمالك. في حاجه غلط. ده نمره واحد. نمره اثنين، المدرب طبعا يتحمل مسؤوليه. سوريو يعني كان لازم يعني يخبي اللعيبه بشكل او باخر في الماتش ده، ما يفتحش صدره يعني. لا طبعا. وما عدل في الماتش الثاني. بس انا اديته الدرجه، مش يعني خلينا نقول ساعه الدرجات. عدل في الشوط الثاني توصل. عدل. عدل والشوط الثاني فرق شويه. لكن طب
احاسبه ازاي؟ احاسبه على الشوط الثاني لا لما حسن ولا احاسبه على الكارثه اللي عملها في الشوط الاول؟ 90 دقيقه طبعا طبعا 90 دقيقه يعني في حاجات وده من ضمن المعايير اللي انا كنت بكلمك عنها. ما اقدرش اقول طب الراجل ما حسن من نفسه في الشوط الثاني فيبقى البتاع يبقى راخد درجه مش لا ما ينفعش. طيب مع ولا ضد؟ مع ولا ضد؟ مع ولا ضد ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ ماشي مع ولا ضد؟ ثانية واحدة الجون ده الجون ده رفع من درجة مين؟ لو جدع تقول لي لو قلت لي يبقى برافو عليك. هات طب من الأول طب ده أنهي ده أديني بسألك بقى أسئلة طب هات طب هات طب هات طب هات طب هات طب هات طب لا لا ما هات اللي أنت مش بتحبها هات ما أنا هخلي حاجة تجاوب هاتها لي بقى كده أهو أدي واحدة أدي ثانية واحدة بس يا باشا أنت تغششني خلاص هي كده الشدناوي يا ولد مين اللي غششك؟ دي مش محتاجة ما هو فيش حد بص غيره تصور طبعا دي الهدف ده رفع حتى أليسون بيكر كده ومحمد صلاح مش دي بس مش دي بس الشناوي شال كرة واحدة خطر وغلط غلطة الغلطة دي كابوت تكلف الأهلي كتير كتير هيرجع الزمالك لكن في النهاية ما فيش تصديات منه جبارة يعني إنما عمل حاجة طول المباراة كانت مهمة جدا ألا وهي يبدأ كل ده في هجمة بدأها تاني بتمريرة لوسط الملعب بمنتهى الدقة والمهارة مفيش ما بيطلعش الكورة إلا اللعيب يعني إيه مفيش حاجة اسمها إيده رجل دي طبعا أجيب يعني. لك الهدف الأخير الهدف الأخير اللعيبة دورت الكورة من فوق ناحية الرايت 18 تمريرة 18 ده لسه كنت عددهم امبارح وعديتهم المباراة تاني ورجعت لحد الشناوي الشناوي لا موت ولا شلت ولا ده بقى برضه شارك في شوف في بناء الهجمة شوف هنا شوف يعني جزء برضه من المعايير مش التصديات بس اهي بحارس المرمى هي دي لما رجعت له ايوه كملوها 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 يا شباب كملوها ايوه كده برافو عليك بص الكرة الاهلي غرب للملعب في الكرة دي من احلى ايوه طبعا 18 تمريرة من احلى اللعبات اللي شفتها انت ابتديت فوق هنا ناحية الرايت ورجعت تاني واحد اتنين تلاتة اربعة ادي خمسة خمسة رايحين على مرمى الزمالك على خمسة من دفاع الزمالك تمريرة هدف مفيش بقى ما بوقفش وقعد يتهته ويفكر ويدور لا هدف مباشر صحيح بس تقيم الهدف ده من اول ما الشناوي لعبها رؤيتك للهدف لازم تبقى كده مش يا سلام يا شريف ده انت لا الاداء الجماعي ده والتمرير حتى كريستو الناس ما تاخدش بالها دول كريستو ده ما بيعملش حاجه بس في الهدف ده عمل تحرك خطوه الخطوه دي ادت له ادت لزميله مساحه انه ياخد الكوره تفاصيل صغيره قوي في الكوره صحيح لكن كل لعيب لما يجي يعملها شوف الهدف ده يشرح لك الاداء الجماعي بتاع النادي الاهلي في هذه المباراه صحيح رغم ان الزمالك كان اتحسن في الشوط الثاني انما في فرقه جامده قدامه الزمالك كان اتحسن مقارنه بنفسه مش مقارنه بالاهلي ايوه اصله ما كانش موجود في الشوط الاولاني بالظبط كده فلما يبقى انت تمسك كرة وتلعب شوية وتدافع أحسن من وسط الملعب ويبقى عندك اتزان في وسط ملعبك بنسبة 30% 40% ده مش معناه انك انت كنت ندي للأهلي انت ما كنتش ندي للأهلي صحيح. انت مقارنة باللي انت كنت فيه في الشوط الأولاني اتحسنت في الشوط الثاني لكن إجمالا لا انت ما اتحسنتش طبعا في 90 دقيقة لا انت ما اتحسنتش نهائيا يعني فرق كبير ما بين الفريقين في هذه المباراة ده كلام عظيم نروح لفاصل وبعد الفاصل نوصل مع حضراتكم لفقرة التقييمات المنتظرة في صفر صفر في صفر الله أعلم طب نشوف بعد الفاصل يلا بينا اطلع بالسسبنس يا عم بيومي يلا بينا مزيكا بقى
فين المزيكا؟ ما احنا في التقييمات خش بالمزيكا يعني. جاهز يا استاذ حسن؟ انا عايز بس الناس اللي تبص على الدرجات تبص مثلا على اشهر موقع كروس كورد مثلا ماشي. شوفوا الدرجات شكلها ازاي لمانشستر سيتي اللي هو احسن فرقه في العالم يعني. المهم احنا عشان الشناوي. عشان انا طيب بس يعني. الشناوي كم من 10؟ الشناوي لو حبيت تسالني على اي واحد ليه انا جاهز. ها ماشي 8 ماشي. اللي بعده محمد هاني 9 ماشي. اللي بعده ياسر ابراهيم 8 اللي بعده عبد المنعم 8 وكان ممكن تبقى اكتر بس انا بنصحه اهدى. حته لعيب كوره جامد جدا بس بيتنرفز عنده ثقه زياده احيانا بيتفلسف خلي باله. علي معلول 8 8 أليو ديانج 8.5 ليه مش 9 ولا مش 8؟ لا درجة ونص ناقصة من وجهة نظري بسبب البنالتي اللي عمله ماشي. بنالتي ساذج جدا ماشي. لكن ديانج دبابة في وسط ملعب النادي الأهلي وعمل أسيست بالهدف الرابع وراح شوف كان فين في الهدف الرابع في نهاية المباراة ماشي. اللي بعده ده غير معدلات الجري بتاعته طبعا عالية جدا. فخري 7 7 وفخري بس يعني المس باس اللي مرتين عملها لو حسنها هيبقى مكسب في وسط النادي الأهلي. اللي بعده بيرسي تاو. لا يا تاو انت المرة دي كنت فعلا مش هناك. 6 6 اللي بعده قفشة 8.5 8.5 حسين الشحات 10 الله اكبر عشنا وشفنا في حد بياخد 10. لا هسألك سؤال هو اخد مان اوف ذا ماتش هو مان اوف ذا ماتش لازم يبقى من الفريق اللي كسبان؟ لا هو مش لازم بس هو لازم يبقى هو مان اوف ذا ماتش هو كان احسن لعيب. لا هو لا هو بس كان واخد 10 هو مان اوف ذا ماتش ماشي بس ده سؤال عام. لا طبعا يعني مش ليك انت كمان للجمهور. أيوة هل أيوة. يا جماعه المان اوف ذا ماتش لازم يبقى من الفريق الكسبان؟ لا هل لازم كتير. يبقى جاب انت اديت الشحات مان اوف ذا ماتش عشان جاب الهدفين ولا عشان تقويت الهدفين ولا عشان شكل الهدفين ولا علشان الواجبات الدفاعيه اللي كان بيعملها وهو مهاجم ولا عشان الاسيست الاثنين اللي عملهم؟ ماشي الكلام ماشي. لاول مره منذ زمن بعيد منذ زمن صحيق في حد بياخد 10 وانت كمان يا حسين تحديدا اللي جات معاك المره دي. شوف كان في مطالبات من زمان ان حسين الشحات ياخد 10 من 10. اللي بعده كهربا. فين كهربا؟ كهربا 5 ماشي. اللي بعده ضيع جون ما يضيعش. شريف غريبة جدا 8 8 ماشي. اللي بعده طاهر 5. اللي بعده الضوي كريستو 5. كوكا 6. رامي ربيعة 7. كولر 10. السلام يا استاذ حسن. طب ما تقولي ليه بس؟ ليه؟ عشان لعب بالتكتيك المناسب للمباراة وللخصم بتاعه الخصم اللي قدامه ماشي الكلام ومذاكره. ده حقيقي فعلا. وفي الشوط الثاني ما فتحش صدره خلي بالك. ماشي الكلام. يبقى احنا كده عندنا عدد 12 في فرقة الأهلي حسين شحات وكولر. نروح للزمالك. صبحي 0. مسلوسي 5. عبد الغني 2. أسامة عبد المجيد 0.
ليه؟ ليه؟ فعش أسأل ولا؟ الشوطين الشوط الأول حسام وعبد الغني يعني الشحات يمرح ويلهو كما يشاء بالكوره. سيد عبد الله طبعا مع كمان مع الوسط يعني ماشي كده في اتنين صفار صبحي وحسام عبد المجيد. سيد عبد الله سيد عبد الله نيمار يعني ثلاثه فتوح اربعه لان واحد من المسؤولين عن الخلل اللي كان في الوسط. حاتم سكر سته. إبراهيم نضاي ستة. شيكابالا اثنين. زيزو تمانية ونص. تمانية ونص ماشي. كان بيحارب لوحده عادي. سيف الجزيري أيوة كان بيحارب لوحده فعلا حتى وهو مش في مكانه في الشوط الأول بيجري في كل حتة بيلعب بقلب بيلعب باحترافية. سيف الجزيري أربعة. طارق محمد طارق ستة. عمر جابر اثنين. عمر جابر عايز انصحه بس بلاش نرفزة انت كنت عصبي جدا. ماشي اللي بعده رؤى اشرف رؤى ستة. عمر السيسي خمسة. ناصر منسي لم يختبر. ماشي وسوريو تديله انت كام بصراحة وبضمير على الماتش كله؟ اتنين. بجد؟ اه. صفر. اتنين لا ماشي. ما انا شرحتها لك. خلاص خلاص حصل. شرحتها لك قبل ال قلت لك ازاي الواحد بيقيم الدرجات. هو صلح شوية في الشوط الثاني بس كان ماتش بعد ما الطيارة طارت. صح. بعد كده عندنا تلات صفار صبحي حسام عبد المجيد واخوان كارلوس وسوريو. ما تكررهاش بقى عشان كفايه عشان نعمل الاحصائيات بس بنوزع الاحصائيات بالعناوين يعني اللي هيكلمك ومش هيكلمك. بص بقول لك ايه ما تديش نمرتي لحد. انا هوزعها على فيسبوك وعلى لا 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 استاذ حسن بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما اسيب حضراتكم خليني اقول لكم انه مهرجان العالمين الترفيهي الرياضي عامل شغل عظيم جدا جدا الحقيقه يعني. اللي انتوا بتشوفوها دي اسمها لعبه التيك بول. النهارده كان في ماتش كان من التيك بول ديت عامله زي البينجا بونجا بس بالرجل يا جماعه اهي قدام حضراتكم على الشاشه. فالنهارده كان في ماتش بقى ما بين البرازيليه قولي لي كده فكروني اسمها ناتاليا وما بين الصربيه مايا دول ابطال العالم في لعبه التيك بول. فالحقيقه انه ده وسط فعاليات كتير الحقيقه بتعمل في العالمين على الجانب الترفيهي. مبسوط جدا جدا ده بيحصل في مصر ومبسوط ان هو بيحصل في قطع حلوه جدا جدا من بلدنا يعني. اتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني يبقى دايما ده هدفنا تحسين الصوره الشغل على الامور اللي شبه كده. والاهم من كده والله العظيم اقسم بالله احنا عندنا اماكن في مصر والله العظيم ما موجودة في أي حتة في العالم. فالواحد مبسوط إن احنا بنستغل الأماكن بتاعت العالمين حاجة يعني فوق الخيال يعني. فكل التوفيق إن شاء الله بإذن الله لكل الناس وبشكرهم حقيقة وبشكر الرعاة اللي فكروا في الفكرة ديت واللي أقدموا على إن هم يكونوا موجودين هناك في العالمين في هذا المهرجان. حلقتنا خلصت. تصبحوا على ألف خير. نشوفكم بكرة إن شاء الله بإذن الله لهواة السهر الساعة 1:30 بالليل. السلام عليكم. مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من مدينة العالمين الجديدة بتابع مع حضراتكم أجواء وكواليس مهرجان العالمين الجديدة 2023 هنا على شاطئ البحر المتوسط بحضور الآلاف من المصريين والإخوة العرب في الفترة من 13 يوليو وحتى منتصف أغسطس. تابعوا معنا كل الأجواء والكواليس فقط وحصريا على اون تايم سبورتس. أعتقد أنه مكان رائع جدا والناس لطيفة جدا وودودة ونحن سعداء جدا للمشاركة في هذه المسابقة. بالفعل أنا زرت أماكن عديدة ولكن أنا سعيدة بوجودي هنا وأعتقد أن هذا المكان رائع جدا ونحن نحب أن نكون موجودون هنا. كما قلت هذه فرصة رائعة
أن نكون موجودين هنا ونلعب كسيدات في هذه البطولة ونثبت أن السيدات يمكنهن أن يلعبن هنا. بالنسبة لنا شرف كبير أن نكون موجودين كسيدات نمارس هذه الرياضة ونثبت أننا نستطيع أن نمارسها. هي فرصة كبيرة وشرف كبير لنا جميعا أن نظهر مهاراتنا. العلمين منطقة رائعة جدا وأتمنى أن الكل يزورها وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة وأتمنى أن أعود مرات كثيرة أخرى. مكان مدهش، أنا سعيدة بوجودي هنا، أحب مصر وأحب ثقافتها وأحب حضارتها وكل شيء، وأيضا الأجواء رائعة. بالفعل أعتقد أن هذا المكان لديه فرصة كبيرة جدا في التطور أكثر من ذلك. والعلمين ومصر مكان مدهش، وبالفعل الكل لابد أن يزورها وكأنها الجنة. أنا هنا أشعر وكأني في قطعة من الجنة وأستمتع بكل ثانية من وقتي. بالتأكيد أجواء جميلة في العلمين، ولعبة التيك بول بقى عرفنا عليها. أكيد طبعا. في البداية أنا اسمي عبد الرحمن ممدوح، كنت حاكم في بطولة التيك بول هنا في المهرجان. بمنتهى البساطة هي بتعتمد على الكنترول، انت لو عندك كنترول يبقى الموضوع سهل بالنسبة لك، سواء كنت لعيب او حتى مش لعيب. حتى في ناس كتير بيلعبوها هم مش لعيبة كرة بس ولكن عندهم كنترول على الكرة. فانت دلوقتي لما بتيجي تلعب فيها متعة كبيرة جدا جدا جدا، يكون فيها مهارة كبيرة جدا جدا جدا. فانت لو عندك دورة تبقى سهلة جدا بالنسبة لك انك انت تلعبها يعني. بس حتى كمان النهارده نالت اعجاب الجميع في المهرجان يعني، وكان في جماهير كبيره ما شاء الله، ولسه ان شاء الله مستمرين لبكره باذن الله. فان شاء الله يكون بطوله محترمه يعني وعلى قد يعني. بالنسبه لجميع التفاصيل هي مش معايا كلها بس، ولكن النهارده اشارك عدد كبير من اللعيبه، وبرده كمان بكره هيكون في تصفيات النهائيات برده. فان شاء الله باذن الله بكره يكون على مستوى عالي باذن الله يعني. طبعا هو التنظيم صح على اعلى مستوى، ما كناش متوقعين كده، كنا قالوا لنا هتبقى حاجه حلوه بس مش بالحلاوه دي الصراحه. وزي ما انت عارف طبعا التيك بول اكتر رياضه انتشارا من سنه 2020 وحققت نجاح كبير جدا والناس كلها حباها. فيعيد بقى ان شاء الله في المستقبل كده تعمل لها اتحاد ونبدا ننظم بطولات رسميه بقى هنا في العالمين وفي الشرق الاوسط، ونبقى تبقى حاجه حلوه جدا يعني. بص، هو قوانين التيك بول بيبقى الرالي فيها 12 نقطه، ده الست بيبقى كل اربع نقط بيغيروا سويتش سايدز على حسب بقى كل جيم 3 سيتس بيست اوف 3، بناء عليها بقى بتحدد مين اللي بيكسب مين اللي بيخسر. اكيد طبعا انا حكم في بطوله التيك بول النهارده، اجواء كانت ماشيه تمام، كل حاجه مظبوطه الحمد لله. اول بطوله انضم جميع واللي بيكسب بيتاهل باذن الله، واخرها بكره باذن الله. الحمد لله تعبنا شويه في تجهيزات الملعب، الحمد لله البطوله مشيت زي ما كنا عايزين الحمد لله، وربنا يتمم على خير بكره باذن الله. بلعب تيك بول يعني من حوالي 6 اشهر يعني، كان قالوا لي في تيك بول امباير فيها مكان فيها ترابيزات، فروحت مع الاول مع ابن اختي الاول، ان انا عندي 55 سنه، وبعدين رحت تاني برضو مع لعيب كوره برضو معانا تاني، ورحنا لعبنا. وبعدين بقى لما عرفت ان في بطوله قلت اروح اتمرن، فبقيت اروح اتمرن عندهم عشان نشترك في البطوله دي ان شاء الله. جميله جميله، مدينه جميله جدا، ان شاء الله اتمنى انها تكون فتحه خير يعني. وهي الرياضه احسن حاجه ان الواحد يغير رياضنا اللي بتبعد الانسان عن اي حاجه مش كويسة يعني، وأي لعب رياضة يعني سواء التيك بول أو التنس أو أي رياضة يعني بتبقى حاجة كويسة جدا للصحة العامة يعني، ولكل حاجة كويسة يعني. الحمد لله الحمد لله يعني، الواحد بحاول يعني يقدر يعمل اللي عليه يعني، وحسيت إن الجمهور انبسط سبحان الله يعني من كذا حاجة حصلت. أنت عندك مهارات جامدة جدا، ربنا يخليك. لا عشان أنت بس بتجاملني، ربنا يخليك. تايم سبورتس، كلمني بقى على الاجواء الجميله هنا، اجواء الصيف العالمين. لا الاجواء هنا كويسه جدا، ويعني طفره كبيره في مدينه العالمين ان تستقبل احداث كويسه ترفيهيه زي دي، الناس تتعرف اكتر على المدينه، فرصه برضو لان الناس تيجي من بره تصيف. مدينه كويسه جدا. مبسوط بقى في العالمين؟ مبسوط جامد، لان الجو هنا بس ما تحسش بصيف، احلى جو العالمين يعني، ما فيش حاجه اسمها حر، احلى جو العالمين، تعيش 3 4 شهور مفيش حاجه اسمها جو حر ومش فيه شمس، هوا والدنيا تمام والبحر والدنيا حفلات، وزي ما تقول بقى اي حاجه حلوه اقولها. لا لحد دلوقتي كله زي الفل، احنا بس مستنيين نجومنا بتاعت الجيل الذهبي عشان كل الناس دي جايه عشانهم اصلا. عايزين تصوروا معاهم؟ اكيد لو جت فرصه لازم نتصور معاهم. مين هيكسب النهارده، حسام غالي ولا عصام؟ حسام غالي. من غير ما نتكلم كابيتانو ولا محمد فضل؟
انا محمد فاضل. معلاوي؟ انا اسمعلاوي. معلاوي احسن ناس. الله يخليك. قولي بقى جاي هنا تاكل مانجا بقى في العلمين ولا ايه؟ لا والله انا جاي صيف كده اسبوعين انا واهلي والاسره معايا هنا، وهو جينا لقينا اجواء يعني بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين الاجواء حلوه. اول ما سمعت ان في تيكتات قطعت على طول من تذكرتي، وفي النهارده فري الحمد لله. احنا بنعلى واحده واحده، مش لازم ايه نعلى مره واحده، وبسم الله ما شاء الله النهارده يعني يوم مميز، وباذن الله بكره نستناكم في النهائيه. اكيد طبعا الاجواء حلوه الصراحه وتمام، وامبارح فرحتنا زادت الصراحه لما كسبنا 4-1 كمان على الزمالك. تمام اهلاوي؟ اه طبعا مرضيه الصراحه معايا. جو جميل جدا بقى وانت بتتفرج على ماتش القمه هنا على البحر. اه طبعا اكيد طبعا فرقت جامد امبارح تمام، وكانت احتفالها حلوه قوي امبارح، والحمد لله على المكسب. اه طبعا هنزل ميه فين في مكان احسن من كده؟ مفيش، ما اعتقدش ان في مكان احسن من كده. كلنا بقى في العالمين، وقول للناس بقى الاجواء اللي احنا بنعيشها في العالمين. انا كنت قاعد اتفرج على الماتش امبارح، فلقيت كابتن حسام غايلي، لقيت كابتن محمد فضل، لقيت الناس دي كلها، فطبيعها خلاص الناس كلها دي موجوده هنا، فانا هروح فين غير هنا يعني. قول لي بقى ايه اكتر حاجه عجبتك في العالمين؟ المناظر الجميله، ناطحات السحاب، كل حاجه. انا حاسس ان احنا في دبي، يعني نفس دبي تقريبا، يعني الوضع مش مختلف كتير. يعني احنا من الفرق اللي شاركت النهارده الحمد لله، صعدنا للنهائيات بكره، وتنظيم كويس جدا، كان عاجبني الوضع يعني، وكان نفسي تيجي من بدري تتفرج علينا انت بالذات يعني كابتن غريم. اكيد مبسوط، انا من العالمين اصلا انا ومحمد صاحبي، وشاركنا في البطوله النهارده تيم العالمين، وكسبنا الحمد لله، صعدنا ربع نهائي ومنورين العالمين، وفرحانين طبعا بالاجواء الموجوده هنا وبالتطورات الموجوده في العالمين، وان شاء الله باستمرار منورنا والله كلكم، وتشرفونا في اي وقت، ومصر كلها بلدنا يعني، مش هتفرق عالمين غير عالمين يعني، والحمد لله. ومبسوط طبعا ده بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن البطوله، كنا معانا سبورت الحمد لله يعني، وان شاء الله عايزين بس ايه نفرح بماتش امبارح الاهلي. مبروك الاهلي، الف مبروك حبيبي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، تابعنا معاكم الاجواء والكواليس هنا من المدرجات على شاطئ البحر المتوسط في بطوله التيك بول، ثم كل الماتشات اللي موجوده هنا من النجوم اساطير الكره المصريه اللي هيكونوا موجودين هنا على شاطئ العالمين الجديده. بنتابع معاكم اجواء وكواليس مهرجان العالمين 2023 فقط وحصريا على اون تايم سبورتس.